كان هذا هاجس بالنسبة لي. من أين أبدأ؟ طبعا الهيئة مهما كانت كبيرة لا تستطيع أن تقوم بمراقبة كل الأسواق الموجودة في المملكة، فبالتالي ترتيب الأولويات لا بد منه. فعملنا دراسة شاملة لكل القطاعات الموجودة في المملكة لأجل أن نتعرف على مستوى المنافسة في كل قطاع من هذه القطاعات. فإذا كانت بعض القطاعات أعلى من ناحية القوة الاحتكارية المتمكنة والمهيمنة فيها، فلا بد أن تعطيها الهيئة العامة للمنافسة مستوى من الاهتمام أكبر. ولهذا صنفنا القطاعات وبدأنا في كل عام نأخذ قطاع من القطاعات ونحلله تحليل تفصيلي، ثم بعد ذلك نبدأ في مشاركة هذه التحليلات. لكن ما في ترتيب معين لحسب الأهمية ترى أنه فيها أولوية لهذه الأسواق عن تلك؟ لا شك، يعني عندما قمنا بعملية، يعني شو الأسواق اللي اليوم أنت تجد أن لها أولوية عندك؟ الأسواق اللي لها أولوية هي التي عادة نعمل لها الدراسات القطاعية بشكل سنوي. ما ودك تسمي؟ إلا كثير من الأسواق. مثلا العام الماضي احنا أخذنا قطاع الأدوية، وقطاع الأدوية من القطاعات التي مرت بمستويات من الاحتكار عالية جدا، فعملنا دراسة كاملة لكل سلاسل الإمداد سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى التوزيع بالجملة أو على مستوى التوزيع بالتجزئة، ثم وضعنا سياسات عامة لتصحيح مسار الهيكل السوقي في هذه الأسواق، وشاركناه مع الجهات المنظمة لسوق الدواء. ثم بعد ذلك بدأنا الآن في عملية تحقيق شامل للمخالفات الموجودة في قطاع الأدوية. هذا العام مثلا الأولويات اللي موجودة عندنا في القطاعات هي لثلاث قطاعات رئيسية. قطاع التأمين، هذا واحد، التأمين المعروف، التأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمين على الممتلكات إلى آخر أنواع التأمين. أيضا عندنا قطاع السيارات وقطاع غيار السيارات وخدمة ما بعد البيع، أيضا هذه عندنا دراسة متكاملة فيها الآن، وبعد ما تنتهي سنشارك الاستنتاجات والسياسات العامة التي استطعنا أن نصل إليها من خلال هذه الدراسة مع الجهات ذات العلاقة، ثم بعد ذلك نبدأ في عملية